محمود عبد العزيز الساحر جان السينما المصرية، معروف أنه كان متجوز مرتين، أم أولاده كريم ومحمد ثم الإعلامية بوسي شلبي. بس في حياة النجم الكبير قصة حب سخنة كانت في بداياته، والصحافة الفنية تكلمت سنين عنه وعنها، وكانت حدوتة قصة حبه مع الراقصة زيزي مصطفى واقعة شهيرة جداً. زيزي مصطفى هي أم النجمة الكبيرة منة شلبي، وكانت أشهر راقصة في السبعينيات والثمانينيات، وكانت بتمثل كمان، وأشهر أدوارها كان فيلم واحدة بواحدة مع عادل إمام. زيزي دخلت قصة حب مع محمود عبد العزيز سنة 72، وكان لسه محمود بيبتدي حياته الفنية، وكانت هي لسه طالعة جديد في مجال الرقص الشرقي، واستمرت قصة الحب اللي بينهم 5 سنين. الصحافة الفنية وقتها فضلت تطاردهم عشان تعرف قصة الحب اللي بينهم هتوصل لفين، بس الاتنين ما كانوش بيردوا على الكلام ده. وفي سنة 77 الصحافة اتكلمت عن الخلاف اللي حصل بينهم، واللي انتهى بانفصال الساحر عنها فجأة، والسبب ان زيزي طلبت من محمود عبد العزيز انهم يتجوزوا رسمي، بس واضح ان الساحر ما كانش وقتها مستعد للخطوة دي، وقرر انه يقفل صفحة ام منة شلبي من حياته. بس اللي حصل حسب ما اتكتب وقتها كان رد شديد قوي من زيزي مصطفى، كان عبارة عن حرق عربية محمود عبد العزيز فجأة، وتم توجيه التهمة لزيزي مصطفى، لكن اتقال ان الحادثة كانت تنفيس غضب بسبب اللي حصل. لكن لما زيزي راحت النيابة قالت العكس، وأكدت ان محمود هو اللي ولع في عربيته مخصوص عشان يدبر لها تهمة، لأنها هي اللي رفضت الجواز منه. الشائعات بينهم كبرت واتكتب كلام كتير قوي، ومحدش عارف الحقيقة فين. الفنان الراحل مجدي وهبة راح بنفسه النيابة عشان يصالحهم على بعض، وقدر في الآخر يخلص الموضوع قبل ما يكبر في النيابة، وبعدها كل واحد شاف حياته. وبعدها بفترة رجع محمود وزيزي يتقابلوا في إطار الصداقة بس، وبعد سنين دي كلها زيزي مصطفى في اللقاءات بتتكلم عن محمود عبد العزيز كويس قوي، وبتقول انه كان طيب وما يطلعش منه العيبة، ونفت حكاية انها هي اللي حرقت عربيته. وكمان قالت ان محمود نفسه تفاجئ بيها في النيابة لما اتهموها بحرق عربيته، بس ما قالتش برضو مين اللي وجه ليها الاتهام اذا كان صاحب العربية نفسه ما اتهمهاش. زيزي قالت ان محمود هو حب عمرها، ولما المذيعة سألتها عن العلاقة بينهم كانت شكلها إيه؟ قالت اعتبروه كان جواز عرفي. بس واضح إن علاقة الساحر بزيزي ما خلصتش، لأنه هو اللي قدم بنتها منة شلبي في أول ظهورها بالسينما في فيلم الساحر. والحاجة الغريبة أكتر إن بوسي شلبي هي عمت منة شلبي، وفي وقت مرض محمود عبد العزيز كانت زيزي وياه في المستشفى مع مراته بترعيه وبتطمن عليه، والاتنين نسيوا خالص شقاوة الشباب وحافظوا على الود الموصول.